استفادوا من حروف الإخفاء مركوها الوقرنة مع الغنة سجيل فجعلهم مركا دائما أحكام تان أوكالي بالتمرين أي الغبرتا درسي هو إسك درسي يعني وثيقة هو لبرنا أي نظرية لكن تمرين تأي كوسها ليس إن شاء الله تعالى مركا إسك يروضنا إن شاء الله فرصة أمبانوه لدونا تمرينات هاس. قال الشيخ رحمه الله الميم والنون المشددة ثاني وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا وغن غنة ميما ثم نونا شددا لشدي نون يميم شدا غنك أغري ملك استوى القرآن كيما دان وسم كما قعوا كلا لبضبا حرف غنة حرف غنة وبدا مقضي بمعنى نونك يميم توات شركة شيكينيو صفة الغنة هذه قور لسعت نونك يميم تا بهذه السرعة أنا له في نفريدات لا شككوا مجر يا صدقني ما شاء الله مركا نون كيميم كيغو صفة الغنة إسكوت هذه الكور والنذا نشلين كسر شاكيني وصوت سنقذ سومرية والله بدأ نون كيميم إسكوتان أيها هديل الشدو نون كيميم تشد فولو وح واجب نقوليس إن لا إظهاريو والنذي لا موجيو سيلو موجنيا مدة زمن كذا لزيادنايا زيادة المدة فيها ولا زيادنايا أو مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس وننشدا الناس ننكذ وشدن مرك هذا اسكتر أقول أعوذ برب الناس رب الناس ما أذن إظهارني الغنة ذي غنة تكتك تلا مرة هيا ننكو غنة اسكوت هذا يقول لكن إظهار الغنة لما ذي مانن وإن مدد زيادة شو مرك محاضر نيساء ويكو قدر العلماء ذو قدر حركتين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس وكا ولا جيده ميم كنا والمد فأما من تاب وامرأته حمالة الحطب سو ميم شذل ما وامرأته حمالة اسكما ليه كرتي حمالة الحطب محايا لي وميم مشدد مركه حليه هي حكمه إظهار الغنة والنذوة إلا إظهاري حمالة الحطب سواء ميم كاس إسكشد ناذو أما ميم كاله كو إضغام ناذو ولكم ما كسبتم نون كسداس أما نون كاله كو إضغام ناذو وما بكم من نعمة فمن الله شدكم ميل كسدها كيمات وحانا إنتا كتقين أنا دي كنتم بهنا يا نون كإيا ميم كشدن هدي اللي قجوك سدو حتى والنذا إلا قتقا هو ممنوع دي اللي قجوك سدو للريبو مثلا لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان بضر نيسا مور نيسيد ولا جان مايا وإن شد كاس غنذيسي التي ما ضوء لأنه نون مشدد ولا جان تزيد مدة الغنة واضح جدا سمع فنبذناه في اليم في اليم في اليم مدهش لأنه هو ميم مشددة وكل جوك ستي غنذي وإن مددي ذي إظهارش هذا معنى قوله وغن ميما ثم نونا شددا غنيه أو إظهار غنذاس يعني موجي أو مددة زيادة وسمي كلا حرف غنة بدا لبدو وحاتكم مقعو ذا حرف غنة وهلا بذك لي حروف تا حروف الهجاء الليلة صفة الغنة وتا انت كلا غنة ماله هل كا وحد كا قعد حرف كلا اللجيدة يومددي سمجرا هدوش هذين ياي لام كا وكلا تطبع اسكا جيدة او يعني خاصة مركو اسكا عفو مسلي واحد تجويدي تجويد نقرنين الحمد لله اسكلا واللام كا محاك الجيدة اسا لام كاني ماله صفة الغنة مركا غرب إياك أورنا يأذي شذا جيده ما جيده شذا حرف كستو شذا مرقورات كله فوات كتريشة إلا نونك يميمك أدي شذا يهين مددودي بات زيادة نيسا
قال الشيخ بعد ذلك أحكام الميم الساكنة بابك سدحات وميم الساكنة ميمتي ريبانيد هري وحد أسوى مرتي نونتي ريبانيد إيو تنوينتي هل كان وحد قادة نيسا ميمتا ريبان أحكام تهذا ميمتا ريبان أحكام بيلاذا ميم الساكنة هداد مغشو وحا هل كان كبحي الميم المتحركة ميم كمتحركة أحكام يضا ماله أو أن كدو نيدي أحكام تهذي مخارج تي صفات كموية هل كان وحبكو ماله لكن ميم تو هدي ريبانتو إذا سكنت الميم ميم تو هدي ريبانتو فلها ثلاثة أحكام صدح أحكام بلاذا قاعدة دان قادنا إن كدو كتاب كان سومرين ميم ريبان حرف أمبا كدا بردع يسوما سوما سديدي اللي باتنكي حرف ميم كي ريبانا كدا بردع يي صدح حكم بيالاتي حكم كوبات والإخفاء ووامحي وميم ريبان وبائي كدب الرحضي باء باب كان وسهلين يحي سيدي كي هروك لي كمير وريري سادات نينكو عصوب طهي فنقال وابسك سهل باء أحكامتي ساس فضل ميم ريبان هدي بائي كدب الرحضو وإخفاء حكمه الإخفاء هساهاتي سلو كالدو إخفيه أي وحاكا لغم العابي إخفاء شفوي إخفاء شفوي ومحا شفوي لو يري وناشو كسو بحيا يا بشي مها لأن ميم كمخرج كيسو يباد مخرج كيدو بوا بشي مها مالك إخفى شفوي وقورما وهدي ميم ريبان أي باي كدب دعضو مثال كتكو فهميسا في سورة البقرة وهم بالآخرة أول سورة البقرة وهم بالآخرة سوما وهم وميم ريبان با با كدب دعضي محل سمينا ميم كاسربا بادي بالو إخفينيا مع الغنة مدد إذا لزيادينيا وهم بالآخرة أم به جنة وحل من التي هدى أنصومر نسورة ألم ترك جرتوا ترميهم بحجارة ميم ساكنة جاءت بعدها با حكمها إخفاء شفوي ترميهم بحجارة من سجيل مرك حكم كوباد محنن وإخفاء شفوي وهدي ميم ريبان كذب بعضه حكم قلبات وإدغام إدغام المتماثلين بالليلة إدغام المتماثلين ومحي وهدي ميم تي ريبان ميم كذب بعضه ميم تي وريبان تاي جاءت بعدها ميم ساكنة ميم كلا أيها كذبين ما حان سمينينا ماشان ندغم الميم في الميم هدي ميم كميم أكو إدغامنونا ميم شدن بو نقونيا يتحول إلى ميم مشددة فحكمه إدغام المتماثلين أو غنوتا لأن ميم شدن هران أصو مري إن غن لي مثال أهان ولكم ما كسبتم ولكم وميم ريبا ميم كلا كذب دعي أو ما كسبتما وأسكو إدغامينا غننا وأويالينا ولكم ما كسبتم بلنا لهم ما يشاءون محل إيرها إدغام المتماثلين وحكم قلبات حكم السدحات وإظهار ميمتي ريبانيت ولا إظهارنا يا وقرما أي حرف أو بقية من حروف الهجاء فحكم الميم الإظهار حرف كسته أو ميم ريبان كذب الدعاء أو أنا هين لابد أن سومر لابد أن سومر محاها هين مش يدور بوا إلو ذين بائيو بائيو ميم بائيو ميم ما سومر بائيو ميم وحي أن كأهين وقرآن كوصوهري هدي ميم ريبان أي كذب الدعان ميم تها ريبان ولا إظهارنا يا ولا إظهارنا يا فتحذبت كي ذكرتها ميم تاس كان ميم ريبان وحرف أن بائيو ميم هين كذب الدعاء سورة الفاتحة كركا كايسان سورة أخصدا سورة يا مشايخ ها عليهم غير المغضوب صح متكلة وكجرتا ها عليهم ولا الضالين وكجرتا متكلة ميم ريبان وحرف كالوكرد الضبالحي أنا هين لا باء ولا ميم أنعمت وتس أنعمت أنعمت عم ميم ريبان تابا كتب الدعاء حكمها الإظهار
أنعمت. طيب غنى ما له يليه غنى ما له غنى ما له يعني لما جيدة أنعمت لما رحي ها غير الموضوع عليهم ولا الضالين ما له كرام ما لأن ميم شدن ما دام ميم شدن أسنهين غنى ما له ولا إظهارنا يظهر ولا إظهار بدون غنى واضح جدا. هل كامر كي علماء مريان فنيكن كهضة وحي دهان إظهارك ما دام الله قصوا هذي ميم كربنا وحكدم بيا أردن وأم باقي ميم هين وإظهار وحيد هن لا بحرف هل إسك إلى عليهم لا بحرف أنت بظن ميم تو يكون لحلو متى ويجشة يدون لوجين بيسك لحجشة وحين أقول لحجشة وإسكو مخرج من نواب إسكو مخرج أو ميم كي مخرج لو ذاكتي أو ولا لو مرك الله بذو ولا للدائم وإيش لحجلان وشو بدين مدنا وقرابة ذو مخرج كي قرابيهن وائل ماذر ميم تي وائل ماذر لنقطي مركا لبذا عصب أو مدنا ولا ليهن من الماذريهن سو مال الماذري هذا فهم يا سو يا وحليلي هل إسك إلى ليو ميم كا هدي لبذا عصب كذا بدحان هل إظهاري إظهارتي ويتاي لكن هل الدكتور هذا حيا لإن بذن أي دتك كلون تاع أو كده حقشة فاتح هذا بكوجر تعب تلف فاتح هذا كوجر تواته ها غير المغضوب عليهم و وميم ريبا عليهم ووا كذا ولا حي لما ذا حرف ووا يف هذا ووا يف هذا ووا وابا كم با عليهم ولا الضالين إم سادتك مركز شغلة أخري وإلها غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم ولا الضالين لم يكو بكرم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مشكلهم ولا الضالين وين الميم اختفت حقيقة قرصونتي ووي وانا غلط إظهار شفوي مركوا إلا إظهاريه ومحضر النساء الشيخ محمد نورنج رحمة الله عليه ولا بد أن يكون عملاني لبشق وإن لقبته شق ظهر لبشق وبشمه لقبنا شق ظهر واسكو قبت كميمك تنلبان واكل واقا ووا عليهم و هم و هم و هذا تاسيه اللي ويدو معناه ميم كي وكاقر صوم فأذن واسدو كلي لهم فيها لهم فيها احذر إني لهم فيها كان نقط لهم فيها ما يشاءون لهم لهم فيها دوير لبشق مورا قبل شقدي هولي ميم كتري أو أحب شمتي اللي سكو قبل عي لهم فيها لهم فيها وإن بشمي سقبتان فأذي نسيلا لغو ظهاري إذن هل كان وحان كقبحني سدح ذي حكمي أي ميم الساكنة لهي الحكم الأول وامحي إخفى شفوي وهدي باي كذب اللحظة الحكم الثاني وامحي إضغام متماثلين وهدي ميمي كذب اللحظة الحكم الثالث وإظهار شفوي وانو والغدراء وامحي وأي حرف هدو كذب اللحظة لماذا حرفنا السجارة أي الله سيئل عليها محوي لمرك ناظمكو والميم إن تسكن ميمك هدئ ريبانتو تجي ويماتا ويتمادا قبل الهجاء قبل حروف الهجاء حروف تا هنقادا صومالي قلنا هنقادا ما يدهان هو هجاء ألف با تا با حروف الهجاء ليلا يعني سيديد يلباتنكي حرف كهر ويلعضا ويكدب يمادا كل قد تجي ويتمادا ميم كاسي قبل الهجاء لا ألف لينة لقربو ألف تا ممدود كأهي لينة ذا وكوها ألفتو سقال لغتن بحروف تقطعي لكن ألفتو كالقد ما استاكتو لذلك وحي علماء مركي أي ربين ألفتا إني شيغان وحي أسو يعني عريستين لامكا وحي ده لام وكالي وحربنا إنا شيغنو حرف ولقي سريبان وأن كالي قلقود واقع كارين مركا أذو نو كالمي وكالي نلقبو أو نو ريب مركا وحيدهن لام ألف حيدهن لام ألف لام ألف محيودهن لأن ألف تكلم قد مشتاكتو هذا تكون أواخذه أو تراه لا لام ألف إيشي يقول أواق وأنا تراه لا هذا هذا كويديون كويراه ألف تي يقول أواق إن تغلب الألف كل قد مكو إشتا مكو ما دواقة كرتين مركو أنا لا تراه مركو من عجائب لغزق أو حاكم هذا هذا كو إراه ألف يقول دواق وحد لا لا ودي أنا أبكو إلي حد لا إلي ذا ولا إلا معنى هذا ما هي ما هي وحد جدا
لم ألف ناد شكته وحوجي تاسي ما حيو بانتها درس كله بانتها لكن وحواه ألف تان وهو الرئيس إيه مرك ألف بيت هذا أما هجها لبرناي ألف لقب اللابو ماها ألف وحمزة لأن تاسي آ إي أو حركة لهذا وحد سلاس أوجد بمرك درس كله بعد يوحد ألف لكور دبي شو ما ألف لهوس دبي ألف لجودي وآ إي أو إذن مرك ألف ماها سورة الألف بوليه سور كألف تلسي لكن همزة ليلة كاس همزة ليلة ألفت وليجيت وين ريبنتها وليجيت فتحة كور مرتا وألفت قشا قال مال باع سال أي ألف ريبن وحليلها ألف لينة مرك ألف تاسي هذا ما استاقي كرتكليت وإن حرف كور ريا لقول ريبو وين ريبنتها كما جرتو مرك ألف بيتها أنا داخل نيشو ساس أويت بي لام ألف كدرين لام ألف حق كدرين كلهين هاي اللوبين حرف باجرة أن كلي استاقي كرين سيدة حروف تنو كالي مركا لام كان أسوى قادنا يوحان نيهو كالي بل أكالمي مركا وناقا لام تو أي ألف تأوغا شي ويو أبا القديو وحاجرتا لام ربن لام ربن أو كوب اللابة تكلمات كأسماء ذا قشا مركا ربنين لغوما باللابة كارو لام تير ربنا إذا وحي أباهتي وحرف لغو قادو مركا وحي تير ألفي وأنيك إحسان ركو كالي أذي أنا كالي إي كالمي أو يعني هل يقول كاريبو مركا همزة الوصل بالسي أو أل تأد مقليشو ألف جرت ماها أو مركا همزة الوصل تاي والدليل الحمد لله هذا الحمد لله شو مالي همزة الوصل بالي لها لام تير ربنا أوجد بالله كاني هدي له حرف كالو أصلي أو لسوء استعاريساً أو كهرية إذا ولا تورية وهذا دام وصل أخرك إلى محاضرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أو ألف تأوي همزة الوصل بهذا وهلقى كافتومي شقد يقبل الله حرف كلا قبتي مفهوم؟ هذا مركل يقولي همزة القطعية همزة الوصل ساشوي كل كلام ألفتي ولو أبا القدي ألفتي ولو أبا القدي أو همزة الوصل بي يأيضنا لو كلمي وأبابك الله يساقنا أباهن كتابك الله لو شاقا لكن هذا محن كوني إنا إذن شاق معنى قوله لا ألف لينة كأنه حكولي هاي ميم تريبا سيديد يلا باتك عرف بكهري كدب يمادان لكن لا ألفت ما كدب إيمان كرت لأن ميم كو الربين يعني. ألف ربا لا بحرف الربا إسكا ما دبا دعي كران قولك ألف تي ربا نايد ألف لينة أعيد ميم ربا كما دبا دعي كرتو لكن انت كلا أردن ويكا دبا دعي كران ويكا وهذا لذي الحجاء هذا الكلام لذي الحجاء دادك عقلي غاليه أمبا أرنتا فهمي حجاء وعقلي غوائي لما قرا أما ميم كاس ربا لذي الحجاء بالغوت الماما أو ميم الجمع ولوينك عقلي غاليه دير عليهم إليهم وكاس قال الشيخ أحكامها ثلاثة أحكام تيدو صدحوي لمن ضبط لمن ضبط لمن ننكي إسكع عياري ما هي ننكي سغي أو ما ركتي سوى ناكسن الضبطي صد حكمي بيلاذها إخفاء إدغام وإظهار فقط وإخفاء هي إدغام هي إظهار فقط صدح ذاك اليويا فالأول كان هنا الإخفاء وهو كائن نحو هذه عند الباء بعد أكتاذا من بريبان هذي باء كذا بعضه وسمه واحد كم مع عبداء إخفاهس الشفوية للقراء قراء ذا أكتوذا إخفاء شفوي بالليلة والثاني كي لبات إدغام ويا وحكم كي لبات إدغام وي أو إدغام كاشو أتى بمثلها مثل الميم ميم كلا إتميدو لقو إدغامي ويا وسمي واحد كم مع عبداء إدغام كاسقا إدغاما صغيرا إدغام صغير يا فتى ويلكا جنو فريد كأهو مركا معناها وحاوي إدغام صغير هي إدغام كبير وحيك ليهن باب الإدغام بدكو غاندون تحدى كقذب وسمي إدغاما صغيرا يا فتى ويليو لكن وكان إيش يقنو إدغام المتماثلين بالليلة إدغام صغيرنا واللي سكيرا هدي للرب والله أولا كرا والثالث كي سدحات حكمي سدحات الإظهار ويان في البقية حروف تي انتي سوهر دي أردن من أحرف البقية وحي سوهر من أحرف حروف تكاء هذي وسمها وحتكون مقعوضة حروف تأيضة شفوية حروف الشفوية إظهار الشفوي ما
مركا إخفاء شفوي باجرة إيو إظهار شفوي باجرة. شفوي محل لو جيدا بشمها شفا هي بشنتها لوية يعني بشمها كبحان بعد ميم بشنتو كبحا ساس أوجد بإخفيه دي إظهار كذا ولا بدا بليري شفوي. واتان إذن شيء وحذر كدكتونو لدى واو واو أكتادا وفاء فاء أكتادا أن تختفي إني قرصون تميم كي ريبانيد كدكتونو محايا للي قربها لوان شيء إذا قرابة المادير لمدى يهين عند الفاء فاذا إيه واتح والاتحاد اتحاد كي ولا لمدى أو يسكو يسكو أبيهين ووغية فاعرف ذلك أو ميمك يا بادا يا وو ومخرج واحد بين الشفتين بكبحان كل كم ميمك يا وو وولا لو ويسكو يسكو أبو فاذنا بشنتنا يكبحضا لكن بشنتي كرة ماشا كمقان بشنتو خوصي يو فولش كرة عردو ذا أي حرف الفا كبحا مركا هل كاسي يعني المعذير كالنغذين مركا وحويان وقرابوي ووي يف ميمكي مادام أي قرابة سيدا أو نغذين ووينا ولا نغذين ممكن فاذينا سيدا يهين اسكا إلالي وكدكتونو وكبح نبان أمالينا لام أل ولام الفعلي للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه قاعدة ذي أن مرة مركوري باب كان باب آد أسي خصي يتجويد كماها وباب باب الهجاهي ألف بيتذمر خلا برنا يوليس بروي لكن فائدة ذي سولي فائدة ذي سولي هي مركساس أوجد أيو قدر صدي باب كان ما دام أكسو هذا نونك يميمتي لام تنو قدر صدي لامك ريبان لامك ريبان أرتوا على بنوع لام ريبان وح فعل قلي أما كلمة كلا قلي إيو لامك الليرة ال ال ولو استعمال تعريفك رجل وردك مكمد يهي لكن دار ربنا إنا تعريف إنه أنه كدونا دادك كلام حال لنا الرجل ننكي كي بالله سعي لحدي ليس سوما بيت قريه كمد يهي لكن القري قال البيت ال تاسي تعريف مركة ال التي للتعريف لام كايسغا حروف تكدبا ايمانيسا اي 82 حرف با لبا قيبودا قيب ولو ادغاميا لام كاس ولو ادغاميا وحرف كي كدنبيي با شدميا لام كي ولا غلينا لام كو لو دواقي ماي لام كاس مغعيسا وحال ليلا الشمسيه لام الشمسيه لام تي قرحت لام كلا اي اجر ال حروف تكدنبيش ودن لا اظهارينيو تاسنا حكومة قعابين القمرية محي الشمسية هي القمرية وهو مقعابين وحي كسعتا كلمة دا القمر هي الشمس هذا اللي بضبه هذا سبورة دا كقوري لهي الشمس الويان لكن كل واقع سألام كذا الشمس مية اللي ذا مسمى حد هي سان الشمس سيدا والشمس وضحاها مده هي سيد والشمس وضحاها والشمس وضحاها مية اللي ذا وحدكو إدغاميسا شينكا وحدوني سا والشمس وضحاها مركا لام كاس شينكا قالي من كلمة الشمس وأفرية ثمان حرف وقرآن كا لام كلو لإظهارية جرو القمر القمر سمور نشت اقتربت الساعة وانشق القمر لام كي ولا مجيء وانشق القمر القمر سيداس أوجد أيا وحلوم العابي سأفر إيا طبان كاس كلي حروف القمرية القمرية محلوم العابي لأن لام كذا أيا لا إظهارنا يوم وقنعي قولك لنا وحي تري وإسكا فكرين وحي لهين حروف تا موقنعي يا حروف تا أن موقنعين واسد حدقه كلي حروف تي كاس وقاد إني حدقه يهين سيدي دي اللباتن حدق كو ال الشمسية وقرح ديو هدي أي شو بحضو هديه الأركم ماي هديه هو جوجان ما لنتي لكن الأركم ماي وقرصومي والجو إضغامي القمرية نوحيد هو قمر كيو هديه وحوك قديم ماي هديه نو ولا أركي ذي حين وش كجوجا مركا هذا مظهر ولا إظهاري كواسنا ولا إضغامي المهم أفر يتوان
أفر إيا طبنك لإظهارين أيو عكسو كوبي شيخو أبغي حجك وخف عقيمه وألفت همزة ذا اللو جيدا همزة ذا الألباب أبغي باذا البيت من البيت ال وإظهار نشا أبغي والغين الغاء الغيبة قرآن كنا الغين كورمري غين كورمرتين من الغيب من الغيب الغيب وكس والإظهار نشا أبغي حجك الحاء الحاقة الحاقة والإظهارين وهكذا وسد وأفرية طبعا حرف الهدي كذا بعض لام كذا والإظهارين أفرية طبعا كلها جرى وحروف الشمسية الليلة لام الشمسية الليلة ومحي سد الشمس أوكله نوك أوكله النار تاذ أوكله التواب التواب لما أرناه سينك أوكله السراء في السراء قولك أفري توماني أفري توماس هاسي أقول بحين أدام النظمي قانا أغرنه قال الشيخ لام أل ولام الفعل لام أل هي لام الفعل ببابك نكاح الله للام الحالان لام الحالان لبح على أي لذا قبل الأحرف حروفتي حروف الهجهة هاي هرتي هذا لبح على لذا أولاهما لبضع حالة تنهر إظهارها موجنت هذا وهي فلتعرفي أقو قبل 40 بيئهاتي مع 10 أفر إيا طبعا خذ علمه علمي سكقاضو من أبغي حجك وخف عقيمه أبغي حجك وخف عقيمه حروف تقوم بالغو سوكوبي هذا أظن تنمع إسكا معنى سوماني ذا اللقب إسكا جعليهين يعني أبغي حجك حجكا مقرنيسا ضيديو أو ماركتي وديار قرو حجكي أتقيسي وخف عقيمه علب الآن تسنة كبقوا يعني سوى ناكسن حج مبرورة كذب أها سو تاء مجهدو أيو حوج إذا إن وأفري طبعاً كحرف كو كوبو إن لام كأل لا إظهار نايو سيدا أن سومر نايو كلي أن مثال إني خذا كم إذا الخير فذا كم إذا الفوز المبين الفوز عينك كم إذا سيدا العين وما شابه ذلك يعني. ثانيهما حالة الضلبات إدغامها وإدغام كلام كاس ال لا إدغامه مع ثانيهما إدغامها في 40 مع 10 و10 أيضا أفر إيه طبعا بلغو إدغامية ورمزها فعي رمزي إذا أما تلمانتي إذا أما تصالي إذا وأرنت سو سعوتي فعي كوب يعني عي بمعنى احفظ وكوب ويلي وما حي أفر تاسي إن التلمان تاسي أفري طبعا كاس طب ثم صل روح من تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم حرف كستي كلمة كستي حرف كهر كقاضو طب طاء ذا كقاضو مركا طاضو التكهر مرتاوى الشمسية والغو إضغام هي سيدا الطيب الطيبون للطيبات الطيب ثاذا الثواب صادك الصراط الصراط راذا نسيدوك له الرحمة تاذا التواب وتنصومرني ضادك سيدوك له الضراء وهكذا دع دالك كقاضو سينك سوء كقاضو ظني ضاد كقاضو يعني طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واسكم معنى جميلة ويا ديل اللقبين لها يعني طب ونكسنو ثم صل قرابة حريري رحما يعني قرابة هذا تفز واتفائزي شهادة سايشو ضف ضيافه أو مرتقلي ذا نعم مد نعمة صاحبه أما ونكسن أما أتخير كوا ذاكتين دع سوء ظني سوء ظني إيو ماركتين ملاذحن كفقو وقفنا ملاحن هاو ملايني زور شريفا نين ونكسن سوء زيارة أو للكرم لأجل الكرم يعني كرامة أوقل ولكن سادي شيء للكرم لامكم بلغة غاضنية شريفا شينكم بلغة قادنا يوحلو جيدا ساسواي ثم قال واللام الأولى لام كهوري إلا إظهارين أيو سميها وحدكم مقعودة قمرية قمرية هاي لأجل الشعر بوميم كوريبي لام القمرية دي واللام الأخرى لام كلابادنا سميها وحدكم مقعودة شمسية لام الشمسية كم مقعود
وأظهرن موجي لام فعل مطلقة لام كريبا هدو فعل قالوا فعل فعل ك يعني اسمك الو اسم مكتعي اسم أم بيكشا لكن لام ريبا أو فعل قال هذا درجته ولقى موجي في نحو سذا قل نعم وقلنا والتقى يعني مثلا كلمة والتقى فلما التقى الجمعان التقى صورة ذي هو الأوكلة لكن لا إدغام مايو لا أوران مايو تاء وشمسي اتقى لا وها معنى كلا لأن فعل بيقش التقى وفعل فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت الماء مشان فالتقمه مدهجين وإظهار نيشا محات سميسي لأنه لام فعل فلام فعل ولا إظهارية ملك السوغلو ضللنا ضللنا وفعل بكجرة لام كذا وإن إظهار سوي وجعلنا سيدوك حتى اللي بكري ما حديك لقلان قل نعم وأنتم داخرون قل نعم دهيشيد قل نعم وأنتم داخرون وما شابه ذلك يعني باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفمنه بالمثل هل كان وباب الإضغام والإظهار أصل كيسو ولك أحيسك لهم باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين حكم قوذا لأن إضغامك ما شو كشقية ما لها سح صدح ذا سقيبوت بكشقية لا بحرفه متماثلين لا بحرفه متقاربين لا بحرفه متجانسين محيك ليه المركة قاعد أهان هذا دول مرنا أنت أنا بابك قليل حروفته مركي باب المخارج لمريو يعني باب كانوا قال إنه فهمته إنه المخارج تتقانه حرف كاستماش وكبحه إنه تقرن يسيدوه مركا وقت يقول نغير أو قيد مخارجتي ما مري كرنو وأن أحد فهمه إيسا إن شاء الله تعالى مقصود كلو جيد حروفته مخارجتي أي كسوة بحضة حروف بضن أي اسكو مخرجة أو مخرج إيا الصفة بوذا مخرج إيا الصفة بوذا قيد ما يا حروف بضن بأسكو مخارجة مركا أدانو مثلينكا هي متقاربينك هي متجانسينك أنو يعني تلمامنا أمان صفينو مثلينك وامحي وهلا بذا حرف إيه إسكو ميت كأه إسكو ميت وامحي وميم يا ميم أوكالي باء يا باء أوكالي تاء يا تاء أوكالي يعني حضرون إشاء اتفق مخرجا وصفة مخرج هي الصفة لبذي بوي وذاقين مركب مخرج هي الصفة إني وذاقين وحرف كي وصول نقضيهم باء يا باء تاء يا تاء جيم يا جيم حاء يا حاء مثلين بالليلة على إلها مثلين لا بد إشكم إذا وتنهري أسوأ مرني ميم كير يا بناها دي ميم كذا بعد هذا إضغامل متماثلين لا بد إشكم إتكاها طيب لا بد حرف متقاربين كوا كوا ولا بد حرف مخرج كوا ذاقي وإشكم مخرج أما ما حضرنا إيش لا بد حرف إيشو دوادي وحيس كذا دوادين مخرج كي مخرج إشك اسمينا إشكم إد معها وسيدي هدا أنك سهد لين ميم كي فاذا ميم بين الشفتين بكب حيسا فاذنا وحكب حيسا لبذا بشفة ما كب حيسا لبذا بشين كب حماسة بشين توهوسة يفولش شكر عرضه ذا أف فا فا مركا لبذا نحرف وحنقول إنه متقاربين وحقي قرابك نقضين مخرجك ما هو حلقة يا بلال بحرف أن مخرجك قرابة هينة لكن صفاتك قرابك وصفوين كود يسودوي هاي سيدا ضادك إيا ضاد أوكالي ضادك هو حافة اللسان عربك جيس كيسو كبحيا ضادنا طرف كيسي كبحي سا شو ما دوه مخرجك يعني فرق ما أقول لحي لكن سيفوين بدن بيوذاقين سيفوين آذو فربضن بيوذاقين أو مركي صفاتك لغا هذيو جهري همسي جهري بيوذاقلين شدي رخاوة رخاوة بيوذاقلين استعلي استفال استعلا بيوذاقلين اطباقي انفتاح اطباق بيوذاقلين اسماد إدلاغ اسماد بيوذاقلين وهكذا وصفاتك ودون ويسكم مركب لبدا حرف وكلمة وحل أورانا يا
متقاربين صفات كي إسكدا وادين سكسود وادين إنك صوادك إيا ضادة أن مرنا بليسكو إدغامينين أزعتي أنا مثال هانو بانو كاني لبا حرفه ليسكو إدغام إدغام كل دحمري كرو تقرب أهان أوجد وحكى من الضادة إيا دالك وكله دال ما هي طالك الضادة إيا دالك وإيش مخرج واحدون كرت دالك إيا ذالك دال وطرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ذلك هو طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا فورش كره على الدودة مركب قرابة كالحس مركب متقاربين كمحاني هذا حرف أما صفات قرابة كالنقضي وإيش الدوادي صفوين كود إيش الدوادين أما مخرج كيسة كالدوادي هذا حرف متجانسين كالمحلو جيدا وحلو جيدا هذا حرف إيه إيش كو مخرج كأه لكن صفات كيكو كالتقي هل مخرج هل علول بك صبحين وولا لو دين عمرك الليلة لكن ميدول بسيفو ليه مدبا دير مدبا قابن مدبا مدو مدبا عطسوما صفات الحروف نواسي دا سوكالي هذا سد حرف ودالك يطادا يتادا ومخرج قرى وعربك عرديسة يفولش كوري جردو أي كصبحان دال تا طا سيداس أوقيت بادتك صومالي طا دا مركا يدبتو وحان كنا هنا وار طا مركا ضابو ليه موكتا طا قارنا دابا بسكدهان لكن كوا سوير دواء ضاء سكيرة هذا ضاء هذه هنا طاده طا مركب مركو قرن واي واحد هذا داده دا دا هذا بس سوير فضيه داده دا دا لأن سو مالنا دانا واستعمالها دا سيد دا وها أوكله هي دمبس أوكله وكا وتفريد ماذا كوشيجي دمبس أوكله وكا إلا دمبس ما همكت دا ما همكت ويرفض الضاع وكذا دا دعوها هي واحد دعوية كل كطالا نتك إنك كرواية دم بس ده دا دا ماشاء الله كله ده أم طا كله ده إسلا يلا أم بعد يروينين إيشا لكن هو مخرج كل كاوي لكن مره ضالي ضالي ملك له بأذيبه مخرج كيبه مجو ساس أوجد بروح الشيخ ورجع رحمة الله عليه يعني وأنا يوم غشين بضم بانو ملينا يعني حبرت ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبرت ملاس كجوكته أيها كفي عن وذلك الشيخ اسمودي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يروني ساسو رجري رحمة الله عليه محايا لي وحكوع اللي نجري إيادو صفتي بيكتك تيطاه ذي مخرج كي ويكانتي أعوذ بالله من الشيطان مركي ليه ذاي شيطان إلا سومالي ور شيطان كسومالي أعوذ بالله من الشيطان مركي ليه ذاي مخرج كميتين مخرج كويه يسال لأن سدح لا حرف وشكو مخرج ذلك يتهاد الطال لكن صفتي بكتكت وذا كان بقى شيخ جمودي هنا مخرج كيبا ما هيو ماشي طرف اللسان لقربه وسط اللسان عربك لحدي شو بك أغرنا أعوذ بالله من الشيطان بولي ضاء 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 ما ها ضاء ما ها مخرج مخرجها الصحيح و و طاء ما اللي فهمي شيخ هذا هبرت أدبي دينك شيء ها قرت وحان هذا مركب باب كان كجر نمحوي هاي متجانسين لبدا حرف ذلك يتاد يطاد ومتجانس محي إلي وأسكو مخرج ذلك يضاد يثاذنا ومتجانس ومخرج قولي كوضا بحان سو مقرا كحروف تاسور نوحا ليلة حروف المتجانسة ميمك يباد يواو ومخرج قرى وحروف المتجانسة انت مركات فهنتو كدب أي أحكام تدي الوشيغي وما أحكام تدي الوشيغي حروف تاس متقارب كأما متجانس كأما متماثل كأ قرما ليشكو إدغاما قرما لا إظهارية باب كأن كجرنو وباب الإدغام الصغير محل إلى إدغام الصغير إدغام كيرا حرف هدو الرمو حرف كالي كدب الدعو حرف كاس كدب الدعي ما هدي إشكو مخرجهين ما هدي إشكو مديهين أرت أو المتماثلين أما أي متجانسين مثل هدي كالي هدي لبا حرف مدكورة انتو الرمو أي إشكو مديهين وحواجب نقنيسة وجوبا قطعيا عند أهل القرآن والقراءات إن حرف كهر حرف كلبات لغو إدغام وجب الإدغام وامتنع الإظهار لبا حرف ومتماثلين إشكو مد با يبا تا يتا فا يفا هدي مد كهر الرمو وي كل من قردي بيكو كل من أدخلي نيسي مد كهر الرمي وجب الإدغام ما يظهرين كرتين وإن أتكن هوري كلباتكو إدغامتو وهل حرف أشهد ماشي كصوب بحان
سيده بعض اي بعض وكل في قوله تعالى اضرب بعصاك اضرب بعصاك فقل نضرب بعصاك هل كلام باوي لكن النطق بباء واحده نطق وباقرة لانه ومتماثلين سكن الاول لبا متماثل حرف كورة والرمي اضرب بعصاك هاي فاء يفاء كان يا شيخ عبد السلام اديك الفريد مدي ولا قال النقل مايا فاء ريبا او فاء كذا بدا عدي فاء ريبا او فاء كذا بدا عدي خلاص اخذه منك الشيخ فلا تسرف في القتل وفي قراءة فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فاء ريبا او فاء كذا بدا عدي فلا يسرف في القتل هاي لما متماثلين كير مرك شيخ عبد السلام عشان تسترجع الفريد نمو غير الله هذه الحروف لبا حرفهم متماثلين وكان هر ربيه ما كثير جدا في القرآن وقد دخلوا وقد دخلوا وكس دال ربا ودال كذا بردع وقد دخلوا بالكفر وهم كون هدونيرا وقد دخلوا غلط غلط صح ما اضربا بعصاك من ذكر فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ميم ربنا وميم كذا ودعبا كم ذا لهم ما يشاءون باب كانوا شوق لي وما بكم من نعمة النور ربنا أو نون كلا كذا ودعيوي ها ربنا أو ها كذا ودعضي يا كيني كرو فريدة ما ها ربنا أو ها كلا كذا ودعضي أو هل ها لقصور ربي والله تمام جزاك الله خير ومن يكرههن يكرههن ولا بها لكن هل هذا القول واقع مد كلا جرتها هي فرصة واحدة ما ها هنا وها ربا بما ها ربا وها كلا كتب على الله